اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده، حلقه الجمعه، وهنبدا فورا زي ما احنا متعودين مع بعضنا في الاخبار، الاخبار الداخليه والخارجيه المهمه كما نراها اللي تمت النهارده او تمت امبارح اخر النهار بعد انتهاء البرنامج. الخبر الاول الحقيقه هو خبر جاي من رئاسه مجلس الوزراء، وهو يخص مجلس الوزراء واهتمام رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء عموما بمخرجات الحوار الوطني. حضراتكم عارفين انه الحوار الوطني في مرحلته الاولى اللي انتهت بدايات اكتوبر الماضي العام الماضي انتهى الى 135 توصية مطروحة على السيد رئيس الجمهورية. هذه التوصيات عشان تبقوا حضراتكم عارفين حصيلة مناقشات في لجان مختلفة في الحوار الوطني. الحوار الوطني فيه ثلاث محاور، محور سياسي في خمس لجان، محور مجتمعي في ست لجان، محور اقتصادي في ثمان لجان، يعني 19 لجنة. التوصيات اللي راحت للسيد رئيس الجمهورية في بدايات اكتوبر الماضي بعد ما قبل ما يوقف الحوار الوطني اعماله عشان الانتخابات الرئاسيه عشان يبقى على مسافه واحده من كل المرشحين، هذه التوصيات 135 توصيه بتشمل من اللجان ال 19 بتشمل 15 لجنه. مش كل اللي عند اللجان، يعني مش كل اللي راح هو كل شغل اللجنه، كل لجنه لكن راح منهم من 15 لجنه توصيات. التوصيات دي عشان تعرفوا قيمة هذا الحوار اللي استغرق في المرحلة الأولى مئات الساعات وحضر فيه آلاف من الأشخاص، وتم يعني طرح فيه كل القضايا على الملأ، على أمام وسائل الإعلام، أمام التصوير المتاح والمفتوح، أمام النقل المباشر في كثير أو معظم الجلسات. هذه التوصيات 135 عشان حضراتكم تعرفوا إنه الحوار، اي حوار، اي شيء في حوار يؤدي الى شيء مؤكد هو التفاهم، نفهم بعضنا وبالتالي نقدر يعني نتواصل ونتوصل الى اشياء متوافق عليها. ال 135 توصية اللي راحوا للسيد رئيس الجمهورية هم فيهم 134 توصية مجمع عليها. شوف تخيلوا، على الرغم من تنوع الموضوعات، تنوع زوايا النظر، اختلاف القوى السياسية عن بعضها، اختلاف التيارات النقابية والشبابية والمجتمع المدني وغيره، لكن قدر الناس من قعدتهم مع بعضهم وسماعهم لبعضهم وانصاتهم وتفكيرهم في اللي بيتقال يوصلوا لتوافق واجماع حوالين 134 توصية من 135. الكلام ده طبعا على رؤوس الاشهاد. ليه؟ لان مجلس الامناء اللي بيعتمد هذه التوصيات بعد ما بتطلع له من اللجان والمحاور الرئيسيه هو مكون من كل الاطياف، فيها معارضه موجوده بتمثيل كبير وتمثيل يعني مناسب، وفيها المؤيدين وفيها المستقلين، وبالتالي ما حدش عمل حاجه من دماغه، ما حدش لفق نتائج. هذه النتائج اللي طلعت من الحوار، من الحوارات والجلسات اللي تم فيها هذه الحوارات، بحيث انه اصبح في 134 توصيه مجمع عليها، واحده بس اللي فيها اختلاف ورفع كل ده للسيد رئيس الجمهوريه. ده متصل بالخبر، بس قبل ما اقول الخبر اكمل. الحوار الوطني انعقد مره اخرى بعد اعلان نتيجه رئاسه الجمهوريه، والرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب اعلان نجاحه اعلن ان الحوار الوطني سيستمر وسيكون اعمق واشمل في اول خطاب القاه بعد يوم اعلان النتيجه. وبعدها الرئيس ايضا في خطاب اخر في يوم 24 يناير يوم عيد الشرطه دعا الحوار الوطني لمناقشه القضايا الاقتصاديه الراهنه والحاله واللي هي يعني عامله لنا بعض المتاعب بشكل عميق وشامل بحيث نطلع بالنتائج. الحوار الوطني استجاب، كل القوى اللي موجوده داخل الحوار، نظم حوار مكثف اقتصادي على مدى خمسه ايام، انعقاد يومي ثلاث جلسات، كل جلسه على الاقل اربع ساعات،
انتهى إلى توصيات. هذه التوصيات سلمت للسيد رئيس الجمهورية في يوم إفطار الأسرة المصرية، وعددها 97 توصية اقتصادية مفصلة في كل القطاعات في اللجان المختلفة، بما فيهم الأربع لجان اللي ما كانوش سلموا حاجة، وكمان 6 توصيات عامة في الاقتصاد، عامة تخص حاجات كبيرة في الاقتصاد المصري. دي طبعا السيد رئيس الجمهورية ينظر إليها ويتصرف فيها كيفما يريد. وهذه التوصيات الاقتصادية، الجلسات كانت جلسات شديدة العمق، حضرها كل يعني المسؤولين يعني غير المسؤولين، حضرها أكثر من 450 شخص، وحضرها من السادة الوزراء 7، وحضرها من المسؤولين التنفيذيين من الوزارات اللي دعيت وكانوا رؤساء وزرائها في خارج مصر واعتذروا، حوالي 180 قيادي تنفيذي في كل الوزارات الرئيسية في مصر. بالتالي خرجت النتائج زي ما بيقولوا ناضجة، وهتبقى هتوصل للرئيس، وصلت فعلا للرئيس، الرئيس هيوجه بيها. طيب نرجع للمرحله الاولى، ال 135 توصيه، وده له علاقه بالخبر اللي بنتكلم فيه اللي رفعهم الحوار الوطني. سياده الرئيس حولهم مباشره لرئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي. دكتور مصطفى مدبولي وفورا ايضا كلف مركز معلومات مجلس الوزراء باعداد خطه تنفيذيه لتنفيذ وتطبيق ال 135 توصية دول. تكرم مجلس الوزراء، عمل هذه الخطة التنفيذية محددة، كل توصية محدد ليها جدولها ومحدد ليها تاريخها ومحدد ليها كيف سيتم تطبيقها، وأعلن ده على الكافة لكل الناس. فالحوار الوطني استجاب وعامل لجنة من عنده لمتابعة ده مع مجلس الوزراء، وعقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع هذه اللجنة مكونة من أعضاء مجلس الأمناء، وقرر أيضا أنه تشكل لجنة مشتركة، أصدر قرار بها فعلا من ممثلين لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مع ممثلين مجلس أمناء الحوار الوطني، وبدأت الاجتماعات عشان نتابع متابعة التنفيذ. يعني خلاصة الكلام بقوله إيه؟ أنه توصيات الحوار الوطني مش ما هياش مجرد كلام اتقال وورق اتكتب وفض مجالس، ما حصلش ده، ومش هو ده خالص معنى الحوار. الحوار المكلف فيه المصريين والذي يعني دعا اليه رئيس الجمهوريه هو ان يتم وضع اشياء تطبق يستجاب اليها. في هذا الاطار حصل اكثر من مره انه مجلس الوزراء، رئاسه المجلس، اصدرت بيانات تتعلق بتنفيذ بعض توصيات الحوار الوطني من قبل الساده الوزراء، اللي رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء عفوا كلفهم بكل وزاره في تخصصها تاخد الخطه التنفيذيه وتبتدي تشتغل عليها. النهارده في هذا الاطار انا بشرح كل الافق عشان حضراتكم تبقوا معانا فيه، انه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تلقى تقريرا من الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه حول المخرجات الصادره عن لجنه الثقافه والهويه الوطنيه بالحوار الوطني، دي لجنه داخل المحور المجتمعي، وخطه وزاره الثقافه لتفعيل هذه المخرجات في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادره عن المرحله الاولى من الحوار الوطني. والوزيره اوضحت في التقرير اللي رفعته للسيد رئيس الوزراء بانه الاهداف، ان التقرير اللي هي رفعته يتضمن الاهداف الرئيسيه للجنه الثقافه والهويه الوطنيه بالحوار الوطني وعدد من المقترحات الصادره عن خبراء اللجنه في هذا الشان، كما يتضمن الوضع الحالي في وزاره الثقافه وكذا الخطه المستقبليه للوزاره لتفعيل مخرجات اللجنه. دكتوره نيفين ابتدت بقى تاخد فكره تلو الاخرى عشان تقول ايه اللي اتعمل فيها. بدات بقالت انه كان من ضمن الاهداف الرئيسيه للجنه، يعني توصيات الحوار الوطني، تعظيم الاستفاده من المؤسسات الثقافيه في دعم الهويه الوطنيه. الحوار الوطني اقترح تعديل قانون انشاء الهيئه العامه لقصور الثقافه بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثيه وفقا لخطط تسويقيه مدروسه، بما يضمن تطور الحرفه وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الانشطه الثقافيه والفنيه. دي كانت واحده من التوصيات. الوزيره قالت انه تم تقديم مشروع مقترح لتعديل اللائحه الخاصه بقصور الثقافه بما يتوافق مع رؤيه الدوله ليسمح ببيع وتسويق الحرف التراثيه بما يؤدي الى تطورها وعدم اندثارها. كما ان الخطه المستقبليه للوزاره، وزاره الثقافه، ترتكز على انشاء وحدات ذات طابع خاص بقانون، وانه في ضوء
ما يسفر عنه التطبيق العملي عقب اعتماد وزارة المالية لمشروع لائحة الأنشطة اللي احنا بنتكلم فيها. إذن ادي اول توصية، تعديل في اللائحة ومشروع قانون اللي هي تنشيط الحرف التراثية، الحرف الموجودة في المحافظات. عندنا عدد ضخم من قصور الثقافة في مصر، وقصور الثقافة دي بدل ما بعضها مغلق أو مقفول أو في أنشطة يعني هامشية، قلنا ينشط الحرف التراثية، كل منطقة فيها حرف الناس بتعرف تعملها، والناس أيضا تستطيع أن تحافظ عليها عبر التدرب عليها وتشجيعها، وتستطيع أن تتكسب منها، فيبقى عندنا مشروعات صغيرة متناهية الصغر تدور حول الحرف التراثية، وده أمر موجود في كل بلاد الدنيا. كمان مقترحات اللجنة تضمنت تكليف أطلس الفولكلور بهاية العام القصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، إن يبقى في أطلس في مصر يحدد الحرف التراثية باعتبار إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، زي ما بنقول اللي في الوادي الجديد غير اللي في سيناء غير اللي في الدلتا غير اللي في وسط الصعيد غير اللي في جنوب الصعيد غير اللي في ساحل البحر الأحمر، كل منطقة فيها حرف تراثية مختلفة. وضع استراتيجيه الاستفاده منها على اسس علميه، والوزيره قالت انه تم جمع الحرف التراثيه من جميع المحافظات من قبل الاداره العامه لاطلس الفولكلور، وتم تجميع مواد ميدانيه سواء كانت موجوده او شبه مندثره، وانه الوزاره لا تقدم اطلس الفولكلور فقط كخدمه للتراث، بل هناك انتظام في اصدار مجله اسمها مجله الفنون الشعبيه وسلسله الثقافه الشعبيه، وكل ده يعني في اطار الحفاظ على الحرف التراثيه. وكما ان الوزاره بصدد اصدار اطلس الفخار واطلس الاكلات المصريه. اذا احنا بنتكلم في كلام محدد. كمان في نفس الاطار لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني اقترحت انشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة. الوزيرة قالت تم بالفعل انشاء بيت للتراث تابع لصندوق التنمية الثقافية، وانه جاري دراسة انشاء قطاع مختص بالحرف التراثية. جاري انشاء دراسة انشاء قطاع استجابة لتوصيات الحوار الوطني. وهناك طبعا خطه تنفيذيه لمبادره صناعيه مصر اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه ومتابعه رئيس مجلس الوزراء. انا يعني مش عايز افصل كثير لكن مضطر اقول ده لانه دي امور بعضها يهم حضراتكم. كمان مقترح الحوار الوطني لتطوير منطقه سور الازبكيه، سور الازبكيه السور التاريخي للكتب المستعمله في مصر والكتب النادره. كان في يعني اقتراح من الحوارات بتطوير المنطقه اللي فيها السور وفيها المسرح القومي، ونحس الاهميه التاريخيه والثقافيه لهذا المكان. والوزيره قالت ان جهاز التنسيق الحضاري يقوم حاليا بعمل وتمويل مشروعات رياضيه بالعديد من المحافظات وكذلك كذا، ومن ضمنها احياء حديقه الازبكيه بما تتضمنه المباني التراثيه والمشروع قيد التنفيذ، وانه الوزاره خطتها تعتمد على استكمال الاشراف على احياء حديقه الازبكيه والمحيط العمراني بها بما يتضمن تنظيم لمنطقه سور الازبكيه وسوق الكتب وتحسين شكل المنطقه. اذا هذه توصيه اخرى. كمان الحوار الوطني اطلق توصيه بوضع استراتيجيه لاطلاق الطاقات الابداعيه. في طاقات ابداعيه في مصر كتيره جدا في كل المجالات والحفاظ على الهويه. هذه هذا التشجيع للطاقات الابداعيه، الوزيره قالت ايضا ان الوزاره هتقوم من خلال لجان المجلس الاعلى للثقافه والهيئه العامه لقصور الثقافه بوضع توصيات للحفاظ على هذه الهويه المصريه وتشكيل الوعي وتحويل التوصيات الى ورقه سياسات ثقافيه. لا اريد ان اطيل لكن مضطر اقرا بعض الاشياء الاخرى. الحوار الوطني ايضا انا بقفز بعض الحاجات، اوصى بانشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطه في الفنون بعد المرحله الاعداديه، تدريس الفنون المختلفه، ده توصيه حوار وطني، مدارس متخصصه في المسرح الموسيقى الباليه تؤهل الجامعات والمعاهد العليا فيما بعد دون الاضطرار بمرور مرحله الثانويه العامه او غيرها لفئه الموهوبين. في الاطار ده الوزيره قالت انه تم انشاء مدرسه اكاديميه الفنون للتكنولوجيا التطبيقيه ببروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، واول دفعه اتخرجت 23، وانه المدرسه بتهدف الى تخريج يعني فني تقني في مجال الصناعات في اعمال الفنيه زي الاضاءه التصوير الديكور المكياج. وكمان لجنه الحوار الوطني قدمت توصيه اخرى باستغلال المساحات العامه
الحدائق والمساحات العامة الموجودة في مصر كلها عشان تقام عليها فعاليات ثقافية. وكمان هناك مشروع لمسرحة المناهج، مناهج التعليمية تبقى بشكل مسرحيات قصيرة عشان توصل للطالب، والوزير أكدت أن الوزارة قائمة بهذا بالفعل. نقطة مهمة جدا انه الحوار الوطني يتكلم عن حاجة اسمها العدالة الثقافية، طلب تحقيق العدالة الثقافية، يعني مش بالضرورة كل شيء يبقى في العاصمة في القاهرة او في المدن الكبرى، لا، عدالة ثقافية يعني المصريين حضراتكم في كل مكان يبقى عندكم قدرة على الوصول للموارد الثقافية، للمواد الثقافية، للمبادرات الثقافية. بالتالي مصر اقترحت الحوار الوطني اطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفنان الوطن. وده ايضا الوزارة او الوزيرة اوضحت انه دار الاوبرا المصرية بتقدم سلسلة حفلات الموهوبين، وانشطة مركز تنمية المواهب موجود في دار الاوبرا ودار اوبرا اسكندريه ودمنهور، وانه في وان هذه المواهب ان هذه المراكز بتساهم في انشاء في تخريج موهوبين وتدريبهم على مختلف انواع الفنون. وانه كمان هناك فصول القدرات ذوي القدرات الخاصه في القاهره وفصل في اسكندريه وفصل في دمنهور برضو عشان تحقيق نفس الغرض. يعني التوصيات الحقيقه في المجال الثقافي كثيره جدا، انا يعني مش عايز اقراها كلها لانه عده صفحات، وبعضها يتعلق بالكتب وبعضها يتعلق بالمجلات، بعضها يتعلق بدور السينما ودور المسرح، بعضها يتعلق ب انشاء سينما الشعب على اساس انه يوجد حتى الان دار عرض سينما شعب تعمل داخل قروض الثقافه ب 17 محافظه. الحوار الوطني طلب انها تزيد، عندنا دلوقتي نقص هائل في اعداد دور السينما في مصر، فممكن الدوله بما لديها من قصور ثقافه ووزاره الثقافه انها تساهم في هذا الامر. كمان يمكن اخر شيء يعني قاله الحوار الوطني ان احنا نتوسع في اطلاق اسماء كبار الادباء والشعراء وغيرهم من الرموز على الشوارع والميادين. واوضحت الوزير ان جهاز تنسيق الحضاري يقوم حاليا باستكمال مشروع عاش هنا او حكايه شارع، بحيث يخلد مشروع عاش هنا رموز المجتمع المصري، واللي انتهى من عمل لوحات تعريفيه بين في الاماكن اللي عاشوا منها، وتم الانتهاء من اقرب من 1000 شخصيه. وكذلك الامر فيما يخص ب لوحات تعريفيه بحكايه شارع اللي تضمن عرض عن الشخصيات التي تحملها الشوارع لرموز وشخصيات ذات اثر، ومن شأنه نصل بالمعلومه التاريخيه الى يعني كل القطاعات في مصر. وتم تركيب عدد 160 لوحه في القاهره و50 في الجيزه و55 في اسكندريه، وجاري التجهيز لشوارع بورسعيد. ده معنى ايه؟ في اي دوله في العالم تحترم تاريخها ورموزها، حضرتك بتعدي قدام بيت في اي منطقه تلاقي فيه لوحه كده يقول لك فلان الفلاني عاش هنا وعاش من سنة كذا كذا وخرج أو يعني توفى أو غيره. وبتبقى كمان الشارع اسم الشارع، لو اسم الشارع اسم شخص كده بتاعته سطرين تعريف مين هو. ده اللي احنا لجنة الثقافة والهوية الوطنية طلبت مصر ب يعني بتطبيقه. وبالتالي احنا يعني كده قلنا لحضراتكم جزء صغير من ما يحدث في بالاستجابه من مجلس الوزراء للحوار الوطني، والبدء بالفور في الفور في تنفيذ مجرياته. طيب هننتقل وفورا الى الخارج، والخارج هو الداخل ايضا. حضراتكم امبارح عارفين انه في جلسه لمجلس الامن، هذه الجلسه كانت منعقده بناء على طلب الجزائر الشقيقه عضو مجلس الامن الحالي عن المجموعه العربيه، وانه الطلب كان ان تكتسب فلسطين عضويه كامله في الامم المتحده. الجلسه تحدث فيها المندوبين ال 15 للدول الاعضاء، وانتهت الى تصويت مختلف الحقيقه في رايي الشخصي، لكن هنشوف نشوف معانا يعني احد الخبراء اللي هيكلمنا في هذا الموضوع فبحيث ان احنا نفهم هذا التصويت ده كان صح لصالحنا او لغير صالحنا. وايه حكايه العضويه الكامله؟ مصر طلعت بيان بعد التصويت ما انتهى الى موافقه 12 دوله
وامتناع دولتين هم بريطانيا وسويسرا كده 14، ورفض وبالتالي فيتو من الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة الخارجية المصرية طلعت بيان أعربت فيه عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن على خلفية استخدامات الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. البيان استفاض بعد كده طبعا في انه الاعتراف بالقضيه الفلسطينيه بالدوله الفلسطينيه هو اقرار بالحق الفلسطيني. طب احنا يعني نشوف تفاصيل الموضوع. معانا السفير معتز احمدين سفير مصر الاسبق في الامم المتحده. اهلا بيك سعاده السفير معتز بيه. مساء الخير سعاده السفير، حضرتك معانا؟ انا معاك. مساء الخير. فين الخط بيقطع شكله. ازاي حضرتك؟ الله يحفظك. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. سيد سفير، انت يعني شفت الموقف امبارح، ايجابي سلبي يؤدي الى سلبي اكتر الى ايجاب اكتر، شفته ازاي التصميم؟ لا طبعا سلبي ان الولايات المتحده يعني اتخذت قرار استخدام حق الفيتو، لكن المجموعة العربية كان إيجابي أنها تمسكت بالتصويت وذهبت إلى التصويت من أجل يعني توضيح موقف أمريكا وكشف زيف الإدعاءات بشأن حل الدولتين وما إلى ذلك. طب التصويت توزيع التصويت أنه الملفت أن عندنا دولة، لا توجد دولة غير الولايات المتحده من الدول الغربيه، فرنسا وبريطانيا استخدمت حق الفيتو، هي امريكا فقط. فرنسا وافقت وبريطانيا امتنعت. ده مؤشر لاي شيء يا سياده السفير؟ ده مؤشر ايجابي طبعا مقارنه بما تم في عام 2011، بالخصوصا وان يعني في 2011 كان 8 اصوات بس، دلوقتي 12 صوت، وصمدوا امام الضغوط الشديدة التي بذلتها أمريكا سواء تجاه حلفائها مثل كوريا واليابان أو تجاه دولة صغيرة مثل الإكوادور. وإحنا لدينا كده حضرتك أشرت إلى كوريا واليابان، وده إشارة مهمة. حلفيتين رئيسيتين في آسيا وافقوا، دولة عضو دائم في مجلس الأمن غير غرب غير روسيا والصين هي فرنسا وافقت، دولتين امتنعتا اظن عن خجل او عدم يعني استجابه لضغط امريكي فخدوا موقف الوسط، مظبوط؟ استجابه لضغط امريكي. يعني قولا واحدا استجابه لضغط امريكي. لكن خليني اقول لك برضه عشان انا مستعجل سنه، انا عارف ان المجموعه العربيه هتذهب الى الجمعيه العامه وهتتخذ هتحاول اصدار قرار على غرار سابقه فيتنام سنه 76. طب قولها لنا دي يا فندم. رفضت الولايات المتحده انضمام فيتنام فذهبت فيتنام الى الجمعيه العامه، وتم اصدار قرار عام 76 بعد الفيتو مباشره يدعو مجلس الامن لاعاده النظر، ثم العام التالي عام 77 لم تستطع الولايات المتحده استخدام حق الفيتو. طب عشان المجموعه العربيه في اتجاهها الى اتباع نفس الاسلوب. طب عشان عارف حضرتك عندك التزام مهم، اخر سؤال، الدخول الدوله كعضو كامل العضويه في مجلس الامن يستلزم موافقه من مجلس الامن، وبالتالي وكمان بعدها موافقه من الجمعيه العامه، يعني ترتيب كده معاك؟ مظبوط فندم. وبالتالي الجمعيه العامه لا تملك وحدها حتى بالاجماع ان تدخل عضوا كاملا؟ لا، لازم مجلس الامن يوافق. لكن تحت ضغط معنوي من الجمعيه العامه بتصويت مرتفع قد يحدث ما حدث مع فيتنام لفلسطين. بالضبط. طيب احنا يعني بنشكر حضرتك، يعني عارفين ان عند حضرتك ميعاد مهم، فبنشكرك شكرا جزيلا، وهنلتقي ان شاء الله في وقت افسح من هذا قريبا جدا. سياده السفير معتز احمدين سفير مصر الاسبق في الامم المتحده، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا كده عرفنا، لكن هنكمل مع حضراتكم هذا الموضوع في حوارنا الكبير بنعقده كل فتره مع استاذنا الجليل الاستاذ الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي واستاذ العلوم السياسيه. النهارده هنكمل معاه. ما عندناش موضوعات اخرى ممكن يبقى عندنا، يعني عندنا
بيان واحد مصر اصدرته، لكن ايضا هيكون محل لحوارنا مع الدكتور علي. مصر وزاره الخارجيه طلعت النهارده بيان، حضراتكم عارفين امبارح في لبس فجر اليوم حوالين هل حصل انفجارات في ايران، هل في هناك اهداف اصيبت في اصفهان او في تبريز، هل حدث اطلاق صواريخ، هل هي طائرات مسيره انتحاريه تم اسقاطها. روايتين كبار متعارضتين، روايه غربيه امريكيه اسرائيليه ليست على لسان احد مسؤول، ولكن على لسان وسائل اعلام كبرى في امريكا وفي اسرائيل، تنسب الروايه الى مصادر رسميه بانه اسرائيل استهدفت موقعا او موقعين في ايران بالصواريخ. والصواريخ دي ما قالوش ارض يعني صواريخ باليستيه ولا صواريخ جو ارض، يعني من الطائرات سواء الاف 35 او الطائرات المسيره. الروايه الايرانيه انه لا ما حصلش اي هجوم من خارج ايران، ده قولا قاطعا الروايه الرسميه، لم يحدث اي دخول لاي شيء ينفجر داخل ايران من خارج ايران. ثم الشيء الثاني انه لم يحدث اي تفجير اصلا على الارض على اي جزء من الاراضي الايرانيه، وانما التفجيرات اللي شوهدت، والحقيقه ما فيش غير فيديو واحد لكل ما حدث في ايران، انه هذه التفجيرات تمت في الهواء نتيجة دخول الدفاعات الجوية لإسقاط طائرات مسيرة انتحارية صغيرة. روايتين مختلفتين تماما. مصر، أنا مش هدخل في التفسير السياسي، هترك ده لمناقشتنا مع الدكتور علي، لأن كل رواية بتحمل معنى سياسي من جهة الدولة أو الجهة اللي بتصدرها وتتبناها، خلي ده لحوارنا مع الدكتور علي. لكن مصر طلعت بيان يوم امبارح النهارده الجمعة 19 إبريل، وتعبر فيه عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا. وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها. وأكدت مصر على أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاي. طيب احنا كده يعني معظم ما لدينا قلناه، هنستأذن حضراتكم في فاصل ونرجع بعده إلى فقرتنا الثانية، وهي فقرة حوالين عام على المأساة التي تجري في السودان، هذا الصراع الدموي اللي أكل يعني وأنهك السودان ودمر حياة أشقائنا هناك ويدمر بلدهم اللي هي جزء من بلادنا، نحن نعتبر نفسنا وادي النيل دولة واحدة وبلد واحد. ماذا بعد عام من هذا الصراع الدموي اللي يبدو أنه هو لن يقف قريبا، ماذا بعد في السودان؟ فاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره اللي اشرنا اليها قبل الفاصل. بس قبل الفقره احنا لسه وصلنا حالا ومتاخر خبر وفاه ورحيل المرحوم الفنان الكبير كبير قوي صلاح السعدني. الفنان صلاح السعدني لا يعني يغيب عن بيت مصري واحد منذ منتصف الستينيات الا ويعرفه، يعرفه من اول مسلسل الخماسيه بتاعت عبد المنعم الصاوي الكاتب الكبير رحمه الله عليه، اللي هي الساقيه الضحيه والرحيل والرحيل والنصيب والتوبه، يعرفه في افلامه الكثير اللي عملها، يعرفه قطعا في العمده سليمان غانم في ليالي الحلميه، يعرفه كمان في يعني ارابيسك، كل ده من اعمال مرحوم الكاتب كاتبنا الكبير. انا اسف ان انا يعني المرحوم صلاح السعدني بيمثل قيمه كبيره جدا لينا الحقيقه، لي انا شخصيا، واكيد مصر كلها هتفتكر هذا الفنان العظيم اللي قدم صوره الشاب المصري في القاهره والناس في مسلسل كان ما فيش بيت مصري ما عارف يشوفه في نهايه الستينيات، في كل اعماله اللي قلناها اللي كانت مصر بتنقطع لمشاهده ليالي الحلميه بكل اجزائها عشان تشوف اداء صلاح السعدني، الرصاصه لا تزال في جيبي، اغنيه على الممر في افلامه العظيمه. اكيد الفنان صلاح السعدني ينطبق عليه بالدقه التعبير اللي بيقول الفنان الملتزم، ملتزم بقيمه، ملتزم بشعبه، ملتزم بفنه، ملتزم باداء رفيع بسيط لكنه رفيع جدا. كل التعازي لكل احباء وكل يعني
تلامذة المرحوم صلاح السعداني، وبالأخص ابنه الفنان أحمد السعداني، وابن شقيقه الكبير المرحوم محمود السعداني الكاتب الساخر، علامة من علامات الكتابة والصحافة في مصر، نجلو ابن شقيق المرحوم صلاح السعداني زميلنا الأستاذ أكرم السعداني الكاتب الصحفي، وأيضا الساخر الصغير ابن الساخر الكبير رحمة الله على الأستاذ صلاح السعداني. برجع مباشرة للي قلته قبل الفاصل، احنا مر سنة يوم 15 إبريل من 4 أيام على المأساة السودانية، أنا مش عارف أسميها غير المأساة السودانية. هذه المأساة السودانية تتواصل حلقتها، لا يبدو هناك مؤشرات، لا أعلم، هكذا يبدو للأمر على انتهائها قريبا. احنا عايزين نعرف ماذا عليه الحال الآن في السودان بعد سنة من اندلاع هذه الحرب اللي مش عارفين نسميها يا حرب أهلية أو حرب يعني ما بين الجيش وطوائف عسكرية، ولا هي حرب لأطراف إقليمية بتتصارع على أرض السودان. هي تعرفها، أنا هترك لضيوفي الكرام اللي برحب بهم هنا في الاستوديو، برحب بمعالي السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بك. برحب بصديقنا العزيز الدكتور مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا وسهلا دكتور، سعيد وأتشرف للمرة الثانية أكون مع حضرتك يعني إن شاء الله. سيادة السفير، يعني هذه سنة عدت، كافية إن احنا نوصف ونسمي، لو انا بحط تسميه اقول ايه اللي بيحصل في السودان؟ نستطيع ان نقول ان ما يجري في السودان هو صراع على السلطه والثروه والسيطره والنفوذ. للاسف الشديد هذا الصراع يدور بين مكونات المجتمع السوداني، ومكونات المجتمع السوداني اقصد بها الاحزاب والقوى والكتل السياسيه بما فيها كافه الاطياف الاخرى. هذا الصراع ايضا يدور بين قوى اقليميه وقوى دولية، فإذا الصراع متداخل بين مكونات الشعب السوداني وأيضا ما بين قوى الإقليمية والدولية. هذا الصراع أيضا مرتبط بالهيكل السكاني للشعب السوداني، هذا الصراع بيغلب عليه صراع إيديولوجي، صراع إثني، صراع جهوي، صراع أيضا بيدخل في الإطار العسكري. للأسف الشديد هذا الصراع أيضا يعني فيه توجه أو نزعات نحو الاستقلال والتقسيم والتفتيت، لأن هناك بعض الولايات وخاصة في الأطراف لديها نزعة استقلالية ونزعة انفصالية. هذا الصراع أيضا يعني له تأثير كبير جدا على دول الجوار وخاصة مصر، خاصة إذا ما حدث تقسيم وتفتيت واستمر هذا الصراع على ذلك النحو، لأنه بيشكل عبء كبير جدا وتهديد للأمن والاستقرار، سواء ليس فقط أمن دول الجوار وخاصة مصر، وإنما الأمن في منطقة البحر الأحمر والأمن في المنطقة العربية بل والقرن الأفريقي والمنطقة الأفريقية أيضا. ما نستطيع أن نقوله أن كافة المبادرات التي طرحت، هرجع للمبادرات، أنا بس عايز الأول مع كمان دكتور مجدي عبد العزيز. دكتور مجدي، هل السودان منذ استقلاله يعني الخمسينيات شهد حالة زي دي؟ والحالة دي أنت برضو بتوصفها بإيه؟ يعني هذا الشكل من الصراعات بتوصفه بإيه؟ وهل السودان الشقيق شاف حاجة بالشكل ده؟ شكرا جزيلا أولا، والتحية للمشاهدين، وأيضا أشكرك على منح لقب الدكتور. يعني السودان لم يشهد مثل ما جرى في السنة الماضية. على الصعيد الإنساني والاجتماعي يمكن أن نسميها أنا سوداء، سنة سوداء على السودانيين، إزاء ما جرى لهم من تهجير وانتهاكات ونزوح واستخدام أسلحة قذرة مثل سلاح الاغتصاب والنهب، ودخول مرتزقة من خارج السودان ليس على قاعدة معينة أو على عقيدة عسكرية فقط، على التحشيد على تحشيد الغنائم والسرقة فقط. هذا أقول ما تفضل به سعادة السفير حليمة وهو أستاذنا وله يعني باع طويل في المعرفة بالسودان، هذه الفسيفساء السودانية تم التلاعب بها. صحيح بالدرجة الأولى ما يجري في السودان هو في إطار ما يعرف بالصراع الجيوسياسي في المنطقة. أنا أجزم وأقول هذا هو الواقع
أن 70% من التأثير هو تأثير خارجي. السودانيون طبعا أو أكثر حتى تأثير خارجي، لأن هناك أصابع تلعب بهذه المكونات. كيف لقوة عسكرية هي تتبع للجيش السوداني أن تتمرد عليه تحت دعاوي سياسية، وهي ليست منظمة سياسية أو حزب سياسي، إنما هي قوة عسكرية، لكن بطريقة معينة ومحددة تم عقد تحالف بينها وبين مجموعات سياسية لخدمة أغراض واضحة جدا. أنتم تعرفون وتعلمون، ونحن والسودان ومصر توأم، يعني مدى ما يذخر به السودان من موارد في باطن الأرض وفي ظاهر الأرض، ويعني الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والنفط وأخيرا الذهب. يعني كما يقول الخواجات، يعني إذا كان النفط أو الذهب، حينما تظهر مثل هذه الثروات مور بروبليم كيم أوت، مشاكل كثيرة تطلع. العين علينا يا سعادتك يا دكتور، العين على السودان. ما جرى في 15 أبريل هو اختطاف، محاولة لاختطاف الدولة السودانية واختطاف قرارها الاقتصادي قبل قرارها السياسي، وكان هذا واضحا، الشواهد واضحة. يعني نحن نسميها حرب الموارد، نسميها حرب الذهب، نسميها حرب البنى التحتية، نسميها حرب المواني، نسميها حرب الموقع الجيوسياسي للسودان، إطلالته على البحر الأحمر ووجوده في القلب الأفريقي. صحيح ربما تكون هناك اختلافات سياسية في السودان، لكن لا تصل إلى هذا الحد. تحدثت عن 56 سنة استقلال السودان، السودانيين بمختلف مكوناتهم مختلف أحزابهم اتخذوا قرارا واحدا بالاستقلال. صحيح البيئة كانت شكلها مختلف، وكان هناك يعني دعوة كبيرة أيضا للوحدة مع مصر. هي مصر دوما تدخلها الحميد لا تتدخل في خيارات السودانيين، لكن تريد أن تضمن قاعدة حد أدنى حتى لا يتأثر أمنها القومي ولا يتأثر الاستقرار في المنطقة. رأينا هذه الحكمة المصرية، هذه الدبلوماسية القوية في مراحل متعددة. أخرها كان مؤتمر دول جوار السودان الذي نزع فتيلا مهما جدا، كان يقول أن لا دولة، أن لا هناك دولة سودانية، ويجب على قوات شرق أفريقيا أن تدخل إلى السودان. جاءت مصر بهذا المؤتمر وحددت هذه الأربع محددة عشان نحق عليها. نعم. طب سيادة السفير، حضرتك نائب رئيس مجلس مصر الشؤون الأفريقية، خبرتك الإفريقية مش السودانية بس خبرة كبيرة جدا. يا ترى واحنا يعني على قدهم بتوع العلوم السياسيه بيعتقدوا بانه الكومباراتيف او المقارن هو اصل العلم، يعني لازم نقارن حاجه بحاجه، يا اما في التاريخ يا اما على جنبنا. يا ترى افريقيا الصراع السوداني ده نقدر نشبهه شبه ايه حصل تاني، ولا مفيش حاجه حصلت بالشكل ده عشان نشوف النتائج؟ لا، وطبعا الصراع في السودان يمكن انا اشرت انه صراع على السلطه والثروه والسيطرة والنفوذ. أضيف إليه ما تفضل به الدكتور، الموقع النهاردة الموقع يعني عليه صراع شديد، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحر الأحمر والموانئ. نجد هناك صراع إقليمي ودولي على السودان فيما يتعلق بالموانئ. القارة شافت حاجة شبه دي؟ لا، ليس بهذه الحدة وليس بهذه يعني الأكثر حدة بهذه الدرجة وتعقيدا، لأن أما نشوف هذا التعقيد وهذه الحدة بتنعكس في المبادرات التي تطرح مبادرة من الإيجاد الاتحاد الأفريقي من دول الجوار، أيضا من الجامعة العربية لحد ما، من الأمم المتحدة، ومع ذلك لم تحقق من دول أي مصر منها والسعودية ودول بقى أخرى. لم تحقق أي منها الهدف المنشود. صحيح يعني ربما مبادرة دول الجوار كانت أكثر شمولية، لكنها لم تكن بالشمولية المنشودة. دول الجوار طبعا بقيادة مصر حققوا قدر كبير من التقدم، بعث الأمل في أن نصل إلى حل، لكن للأسف الشديد برضو أرجع وأقول أن في قوى إقليمية وقوى دولية ليس من مصلحتها أن يتم في السودان تسوية بالشكل المنشود. يعني حضرتك متفق مع الدكتور مجدي ان هو بيتكلم على اكثر من 70% اقليمي خارجي وليس داخلي. الدور الخارجي معقد جدا، وهناك تدخل بشكل رهيب نتيجه الصراع كما اشرت على السلطه والموقع والموقع، فضلا على الرغبه في السيطره والنفوذ، لان التوجهات الايديولوجيه تلعب دور كبير جدا في الازمه السودانيه. ولذلك يعني في تقديري ان اي حل للازمه السودانيه يجب ان يكون من خلال
المجتمع السوداني. لازم أن يكون هناك حوار سوداني سوداني بعيدا عن أي تدخل خارجي سواء كان إقليمي أو دولي. النقطة الثانية هذا الحوار السوداني السوداني يكون شاملا لكافة مكونات المجتمع السوداني، شاملا لكافة عناصر ومكونات الأزمة السودانية، وأقصد بذلك أن يكون هناك معالجة للوضع الأمني والعسكري، معالجة للوضع الإنساني، معالجة للوضع السياسي، معالجة للوضع إعادة البناء والإعمار. كل هذا في صفقة شاملة من خلال المجتمع السوداني في إطار حوار سوداني سوداني شامل لكافة القوى والأحزاب والكتل وأطياف المجتمع السوداني. عظيم. طيب أنا طبعا هاخد رأي حضرتك في ده يا دكتور مجدي، ولكن عايز أرجع اللي أنت كنت بتتكلم فيه وقطعتك، ومبادرة دول الجوار. يعني طبعا على حديث مصر هنا تحت مسمى دول الجوار، كنت بتقول إنه أضاف أشياء مختلفة عما من قبل المبادرات، كنت بتقصد إيه؟ طيب أولا يعني لابد أن أذكر هنا قبل حتى قبل الأزمة هناك تصريحات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة تحدث فيها عن وجود الميليشيات في المنطقة ورفض مصر لوجود الميليشيات ورفض مصر لوجود أي شكل من الأشكال غير الرسمي وغير الدستوري خاصة للجماعات أو الحركات أو التشكيلات المسلحة. من بعد ذلك مصر كانت تنظر بدقة للمشهد السوداني بحكم اهتمامها وحكم تواصلها مع كل القوى السياسية وكافة القوى السياسية. إبان الاحتدام السياسي كان قبل الحرب، كان المنطقة المصري حاضرا، دعت مصر إلى مؤتمر الحوار السوداني السوداني. وماذا يعني الحوار السوداني السوداني حينما دعت له مصر؟ مصر أرادت أن تهيئ البيئة لكل القوى السياسية أن تتحاور وتصل هي إلى صيغة حد أدنى. لم تتدخل أبدا مصر في خيارات السودانيين، لكن كان منطقها حاضرا في ذلك الوقت. أنه في زمن الاحتدام السياسي إذا قامت حكومة ليست لها قاعدة كبيرة، حكومة انتقالية بالطبع، يمكن أن تسقط في خلال شهور. آثار هذا السقوط سينعكس على المنطقة وبالطبع على مصر، وحذرت مصر من قبل. كل الذين رفضوا الحضور لمؤتمر الحوار السوداني السوداني قبل الحرب في فبراير 2023 جاءوا بعد الحرب، وكأنما يريدون أن يكون نحن ندمنا على أن لم نأتي، وكانت نظرة مصر ثاقبة. أعتقد أنه مؤتمر الدول جوار السودان أوصف هذا ما يجري في السودان توصيفا صحيحا، أنه مسألة داخلية، وحدد لا بد من الحفاظ على سيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وهذه إشارة واضحة للقوات القوات المسلحة. معلوم أنه لا يمكن أن يكون هناك جيشين في دولة واحدة، وحتى هو يعني لم يسمى جيشا، كانت هي قوة عسكرية تساند القوات المسلحة في مرحلة ما بقانون واضح وقانون محدد وتمردت عليها. ومفردة التمرد يا دكتور هي مفردة قانونية ليست مفردة سياسية. هذا التمرد كان خلفه أغراض سياسية، وهذه الأغراض الدولية، وتحالفت هذه الميليشيا مع قوة سياسية وأرادت أن تفرض. أنت كما تعرف في الفترة الماضية كان هناك مشروع يسمى الاتفاق الإطاري، وأرادوا فرض هذا الاتفاق الإطاري بعد أن لم يحظى بمع كافة السودانيين بهذه القوة باختطاف الدولة السودانية. هذا هو التوصيف الحقيقي الذي جرى في السودان. الخطة العسكرية فشلت من يومها الأول، لأنها لم تستطع اختطاف السلطة. وبعد ذلك جاءت أولى المبادرات هي مبادرة جدة. لا بد أن ننظر إلى جدة، ليس هي مبادرة للتوفيق بين أطراف والأطراف سياسية. اتفاق جدة استند فقط على القانون الدولي والإنساني، واستدعى كل الإرث العالمي لحماية المدنيين أثناء الحرب. بنود اتفاق جدة نفسها تقول باختصار لا نريد المدنيين أن يتأثروا بهذه الحرب. لكن الميليشيا المتمردة حين فشلت في تنفيذ خطتها أو نجاح خطتها، لم يكن لها مناص إلا احتلال بيوت الناس والأعيان المدنية وسرقة البنوك واحتلال المياه والكهرباء وعطلت الحياة. كان هذا أول الانتهاكات، ثم بعد ذلك ولغت هذه الميليشيا في الانتهاكات، مارست إبادة جماعية ضد قبيلة اسمها المساليد في الجنين في غرب دارفور، وهذا ما جلب عليها الإدانات الدولية. وصدرت من بعد ذلك التقارير الأمريكية، التقارير الإعلامية ورسائل الكونغرس إلى الأطراف الداعمة إلى الحرب أن أوقفوا دعم الميليشيا. ما كان لهذه الحرب أن تستمر هذا العام لولا أن هناك طرف داعم بالعتاد وبالمال
وبالجهد الإعلامي وبإدخال المرتزقة من غرب أفريقيا تحديدا، يعني يقولون لماذا القوات المسلحة لم تحسم هذه المعركة؟ القوات المسلحة تعمل باستراتيجية واضحة واستخدمت تكتيكات واضحة، الآن هي تتقدم والآن اليد العليا الآن للقوات المسلحة، لكن استمرار هذه الحرب كان نتيجة لهذا الدعم الخارجي، الدعم المادي والدعم بالرجال. حتى الآن كل الأسرى الذين يعني يعتقلون داخل الخرطوم أو في بعض الولايات تجدهم أغلبهم غالبهم من خارج السودان. هذا دليل على أن الهدف لم يكن هو تحقيق عمل سياسي سوداني أو تنفيذ اتفاق إيطالي، إنما اختطاف كما قلت القرار السياسي والاقتصادي للسودان. عظيم. طب سيادة السفير صلاح حليمة، وأنا دكتور مجدي يتحدث، يعني ذهب فكري إلى أنه لدينا حركة تمرد عسكري أوجد في العالم في كل دول في مراحل معينة، حركة تمرد عسكري في أفريقيا، والسؤال كما نقول في موضوع المقاومة الوطنية، يعني الخلاف طبعا مختلف، أنه لا توجد مقاومة وطنية من الاستعمار هزمت تاريخيا، فهل يا ترى التمرد العسكري بالمفهوم المخالفة بقى، هل حدث أنه تمرد عسكري استطاع أن يستولي على حكم الدولة بأكملها كما هي بحدودها ويمضي قدما إلى الأمام عبر طريق التمرد العسكري، مش بتكلم عن انقلاب، عن التمرد العسكري، ولا هيضطر أن الدولة تقع في اللي حضرتك كنت متخوف منه من البداية والتقسيم؟ هو طبعا الوضع في السودان واقع الأمر للدعم السريع هو محاولة انقلاب، لكن في حقيقة الأمر هو تمرد، وده اللي تم تشخيصه على هذا الأساس. أنا بس عايز أرجع لنقطة يعني المبادرات التي طرحت، أنا أشرت لمجموعة منها. تمام. بضيف إلى منبر جدة وفي منبر البحرين، يعني البحرين كان آخر صحيح. المنابر التي تم تداول المشكلة فيها. لكن الملاحظة الأساسية على هذه المنابر جميعا وهذه المبادرات أنها كانت تركز على الجانب الأمني والعسكري والجانب الإنساني دون أن يكون هناك تطرق للأوضاع السياسية وإعادة البناء والإعمار، ربما باستثناء مبادرة دول الجوار. والحقيقة أنا عايز أشير إلى أن المجلس المصري للشؤون الخارجية طرح مبادرة حاليا يمكن في نفس الإطار اللي أنا تحدثت عنه، بحيث أن المجتمع السوداني هو الذي يتولى تسوية المشكلة السودانية أو فك الأزمة السودانية من خلال حوار سوداني سوداني. وهذه المبادرة أخذت في اعتبارها ما حققته المبادرات الأخرى من إيجابيات واستبعدت السلبيات. أهم ما يقال في هذا الصدد طبعا أن الرؤية المصرية موجودة في هذه المبادرة فيما يتعلق لا تدخل خارجي، التأكيد على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، أيضا أن يكون الحل سوداني سوداني، ونبعد عن أي ما يسيء إلى السودان من حيث أنها دولة ذات سيادة وأن الأمور في السودان في يد أهل السودان. النقطة الأخرى فيما يتعلق بهذه المبادرة أنها ليست فقط شمولية المجتمع السوداني، وإنما شمولية عناصر الأزمة السودانية، ثم شمولية الدول والمنظمات التي كان لها مبادرات وبيكونوا في إطار مجموعة تنسيق أو في إدارة كونتاكت جروب، يعني مجموعة اتصال، ودورها ليس لا يتعدى المتابعة والمراقبة وأيضا ضمان تنفيذ المخرجات، لكن لا يصل دورها إلى التسهيل والتيسير إلا عند المقتضى. في نفس الوقت إذا كانت المبادرة أصلا من المجتمع المصري، لأن المجتمع المصري زي المجتمع السوداني، فالدور المصري هنا بيكون في إطار مبادرة دول الجوار، يعني المبادرة مطروحة بالربط مع مبادرة دول الجوار وأيضا منبر جدة، لأن منبر جدة حقق قدر من التقدم فيما يتعلق بالمسار الأمني والعسكري، ودول الجوار حققت برضو قدر من التقدم فيما يتعلق بهذا المنبر وأيضا في المجال الإنساني، لأن هناك آلية تنسيق تم إخراجها من جانب مبادرة دول الجوار بتمثل في وزراء خارجية دول الجوار اللي قاموا باجتماعات وعملوا جهود في تشاد مرتين. إذن هذه المبادرة كما طرحت هي مبادرة
في الأصل السودانية، لأن التصور الذي وضعه المجلس شؤون الخارجية المصري هو تصور من جانبه، لكن تم إعادة صياغة هذه المبادرة من خلال لقاءات موسعة استمرت ما يقرب من حوالي 70 ساعة مع أحزاب وقوى وكتل سياسية، حتى تم وضع صورة كاملة مقبولة متوافق عليها من كافة هذه القوى من خلال المقابلات التي تمت، على أساس أن هناك مبادئ متفق عليها، منها عدم التدخل، منها وحدة السودان، منها أن يكون هناك جيش وطني قومي سوداني بيعكس كافة مكونات المجتمع السوداني. هناك أيضا بعض الجوانب التي في هناك توافق عليها من جانب المجتمع السوداني، مثل دمج قوات الدعم السريع، هذا لأن لن يقبل أن يكون هناك جيشان في دولة واحدة، أو أن يكون هناك تمرد ثم يستولي على الدولة. فدمج الدعم السريع مسألة متوافق عليها من جانب الشعب السوداني. أيضا متوافق من جانب الشعب السوداني أن دعم القوات المسلحة، هذا أمر نستطيع أن نلمسه من خلال كافة المقابلات التي تمت وما يجري حتى في السودان في الوقت الحاضر، خاصة مع ما ارتكبه الدعم السريع من مخالفات وجرائم وانتهاكات وتم إدانته. ثم أيضا ما موجه إلى الاتهام في كلام النهاردة أن الدعم السريع تم توصيفه بمنظمة إرهابية. من المجتمع الدولي. كل هذه الأمور في توافق عليها، في رؤية فيما يتعلق بها. النقطة الأخيرة اللي أحب أشير إليها هو أن المسارات الأربع يجب أن يتم تناولها في توقيت واحد وليس على مراحل، لأن الحديث عن وقف إطلاق النار وننتظر لوقف إطلاق النار ونعالج الموضوع الموضوعات الإنسانية سنظل في دائرة مفرغة كما حدث استمرينا لمدة عام. صحيح. إنما إذا كان هناك معالجة للجانب السياسي، المسار السياسي، والمسار السياسي طبقا للمبادرة مطروح على أساس يتم تشكيل حكومة مدنية وطنية ذات كفاءات لمرحلة انتقالية، ومن يتم ترشيح، من يتولى أي منصب في الفترة الانتقالية مهما كان هذا المنصب لا يتم ترشحه في الانتخابات القادمة حتى لا يكون هناك صراع على السلطة في هذه المرحلة. هناك تفاصيل كثيرة، وأنا أعتقد المبادرة في إطارها العام تحظى بقبول عام بين القوى السياسية السودانية، لأنها هذه خيارات الشعب السوداني، وهو الموقف المصري منذ بداية الأزمة السودانية أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني، وعلى أساس مبادئ وحدة السودان وسلامة أراضيه، صحيح، عدم التدخل في الشأن الداخلي، أن يكون الحل السوداني سوداني. طيب أنا عاوز هذا الكلام اللي هو كلام محترم جدا، ويعني يبدو يعني أنه هو ده الحل الأفضل والأمثل. وسؤالي بقى في العمق وبشكل مباشر، هل بقي هناك قوة وقدرة للقوى السودانية السياسية حتى ولو اجتمعت جميعا على أن تغير هذا الواقع اللي الآن المدفع والبندقية هم أنهم ذاهبون لتكوين حكومة كفاءات وطنية ليس فيها أي انتماء سياسي؟ وحتى الآن المجابهة والمقاومة الشعبية تحدثوا بوضوح، نحن لا نريد أحد الآن تحت ظل الجيش أو تحت لافتة الجيش يلبس أي قبعة سياسية، لا وجود الآن لأي عمل سياسي أو وجود لأجندات سياسية، الآن فقط هي معركة لكرامة الأمة، إعادة سيادة السودان، تكوين حكومة كفاءات، وسينطلق الحوار السوداني السوداني لوضع القوانين، الدستور، المؤسسات الانتقالية، كل هذا سيأتي بالتوافق، والبلد تمشي بعد ذلك إلى مرحلة انتخابات إذا أراد الله. طيب سيدي حرجع تاني للتصور مع نفس الأسئلة مع إضافة، حضرتكم أنتوا اللي وصفتوا الصراع على السلطة، الثروة، والموقع، وقد يأتي أولا بالنسبة لبعض الأطراف الإقليمية أو الثلاثة متداخلين. هل الأطراف الإقليمية، ماذا يردع الأطراف الإقليمية ويجعلها لا تدعم أحد؟ ماذا بيد السودان أن يفعله لكي يوقف هذا السعي نحو هذه الأشياء الثلاثة؟ الريال بوليتكس، أنا أتحدث الآن في القانون الدولي، في الريال بوليتكس الواقعية السياسية. بداية حديثي أنا قلت أن المجتمع السوداني هو الذي يقرر، نعم،
والذي من هو المجتمع السوداني؟ انا سالت القوى السياسيه، مكونات المجتمع السوداني، القوى السياسيه، الاحزاب السياسيه والكتل، هل لها قيمه الان في الوضع في السودان؟ بالقطع لها قيمه، انا بس يعني في مكونات طبعا غير رابعه للطرفين المتحاربين، يعني تقدر تدعى عندما يقرر المجتمع السوداني. انت تعرف المكونات الاهليه لها تاثير اكبر من القوى من القوى السياسيه. المجتمع السوداني، انا اسال سؤال محدد يا اساتذتي الاعزاء، بعد عام من الدم وبعد عام من الدعم، هل لدى القوى السياسية والمجتمع الأهلي في السودان قدرة على إيقاف الدم والدعم الخارجي؟ نعم نعم، وبدأت الآن الآن هناك قطع هذا. طبعا لجأنا للمجتمع السوداني، هذا لجأنا للمجتمع السوداني بحيث أنه يقرر دون تدخل خارجي. نعم، دون تدخل خارجي. والمبادرة المطروحة من جانب المجلس المصري للشؤون الخارجية أخذت في اعتبارها ما تحقق من إنجازات في مبادرات أخرى. ما تحقق من إنجازات في مبادرات أخرى، هناك موافقة من الدعم السريع والقوات المسلحة على دمج الدعم السريع، موجود هذا تمام. موجود هذا قائم. هناك موافقة وتوافق أيضا عن من المجتمع السوداني ومن هذه القوى السياسية جميعا على أن الجيش أو القوات أو المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الشأن السياسي أو الشأن الاقتصادي. هذا أمر موجود ومتوافق عليه. كل هذه النقاط موجودة والمجتمع السوداني متوافق عليها. ما أقصد بالمجتمع السوداني الأحزاب والكتل السياسية اللي موجودة عندنا، الكتلة الديمقراطية، مجموعة التقدم، الحزب الاتحادي، الحزب الأمة، حزب البعث، الحزب الشيوعي، كل هذه الأحزاب وغيرها التقينا بهم وقعدنا معهم في حوار قلت حضرتك حوالي بتاع 60 ساعة. 60 ساعة تمام. 60 ساعة. في كل هذه الحوارات الهدف هو التوصل إلى توافق بين هذه القوى السياسية والأحزاب وكافة الأطياف على مناقشة المسارات الأربع، ومنهم المسار السياسي الذي يستهدف إلى تكوين حكومة انتقالية لمدة سنتين أو هي المدة التي سيتم تحديدها، تتولى إدارة شؤون الدولة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية. وفي هذه المرحلة أيضا هناك لجنة لوضع دستور بالإجراءات المعروفة في هذا الشأن. هناك أيضا مسار يتعلق بإعادة البناء والإعمار. الحكومة التي ستتولى الفترة الانتقالية وحكومة كفاءات زي ما اتفقنا سيكون عليها من مهمها متابعة هذه المسارات الأربعة. عظيم. طب أستاذ مجدي، ده التصور الكامل لهذه المبادرة. هل طرفي الصراع، وانا هتكلم عن طرف واحد لن اتحدث عن القوات المسلحة، هل الدعم السريع في هذه المبادرة بهذه البنود لدى القوى السياسية ما يغري او يجبره على قبولها؟ اولا اريد ان اقول شيء اوضحه جيدا. الان يعني ذهب الوقت الذي نتحدث فيه عن الدعم السريع الذي يدمج فيما فترة ما بعد الحرب. هذا هو أول خلاف. ويعني إذا الآن وصم الدعم السريع بأنه منظمة إرهابية، تمام، صحيح، كيف يدمج الدعم السريع؟ صحيح. ثانيا، النسخة الأولى للدعم السريع التي كانت موجودة بقانونه والقانون ألغي وتم حل الدعم السريع لم تكن موجودة الآن. تمام. الآن حتى مكونات القوات الموجودة التي يعني تقاتل في السودان وتنهب هي أغلبها مرتزقة من خارج السودان. هذا الأمر عسير. الآن الحديث عن دمج القوات، الدمج الدعم السريع، ربما الآن هناك حديث عن المكونات الاجتماعية التي ربما يقال أنها هي كانت حاضنة للدعم السريع، وهذا حوار أهلي سوداني، والجرائم ليس لها قبيلة والانتهاكات ليس لها قبيلة. هذا هو مشروع التعافي الاجتماعي، وأرجو أن يكون جزء وبارت في المبادرة مشروع التعافي الاجتماعي، لأنه الآن دار حوار عميق هناك، وهذا سيتجاوز هذه المرحلة. هذه نسخة عسكرية وتم توظيفها بصورة معينة. الآن الحديث عن دمج الدعم السريع لا أعتقد أنه يعني متاح مثل ما كان قبل أيام الاحتدام السياسي أو أيام الذي يجعل الدعم السريع. ماذا تفعل به؟ ما تفعل به الدعم السريع اللي موجود بقواته دي؟ كيف هو يعني أولا أنا أفتكر هو مفهوم الدمج، بعد إذنك، مفهوم الدمج ومتوافق عليه حتى قبل المبادرة. يعني الاتفاق الإطاري كان هناك قرار بدمج الدعم السريع في خلال 10 سنوات في وقت معين، وكان في خلاف حتى حوالين هذه النقطة. نعم. لكن أنا بأخذ الجزء الإيجابي. طيب. هذه القوات المكونة من أقرب من حوالي 100,000 أو 120,000 ماذا سيكون وضعها؟ طيب. في هذه المبادرة. نعم. وكيف يمكن يعني إنهاء هذا الوجود؟
مفهوم الدمج ومتوافق عليها الفكرة بين كافة القوى والأحزاب السياسية، وتقريبا متوافق عليه من جانب الجيش، ومتوافق عليه أصلا من جانب الدعم السريع في إطار المبادرة. الدمج بمفهومه هنا أننا بدمج إما في القوات المسلحة أو في الشرطة أو في المجتمع المدني، هذا من ناحية الأوضاع في الأوضاع الدولية أو في القانون الدولي. باخد عناصر من الدعم السريع وبدمجها في القوات المسلحة، وعناصر أخرى بدمجها في الشرطة، وعناصر أخرى بدمجها في المجتمع المدني، وإلا ستظل هذه القوى مناوئة ومسيطرة وتخلق مشاكل وعقبات. والمجتمع السوداني مسؤول عن هذه القوات، أين ستذهب وأين سيتم يعني ده سؤال مهم ثابتها في المجتمع السوداني. أستاذ مجدي، طيب أنا أقول لك لحظة مهمة. طيب الآن هو تحدث عن المنام وتحدثنا عن جدة، جدة هذا اتفاق تم التوقيع عليه، المنام حتى الآن هي تفاهمات لم يتم اتفاق وليس هناك شهود وهكذا، هي تفاهمات وشد وجد، حتى الذي طلع منها كان مجرد تسريبات. أنا أقول لك الآن إذا أردت أن تلتمس رغبة الشعب السوداني، الشعب السوداني لا يريد حاجة اسمها الدعم السريع تماما. وأقول لك سؤال واضح، ماذا نفعل بهم؟ طيب أنا أقول لك نحن نبدأ، ما هو لازم الحكاية تكون مراحل. نبدأ بجدة، ماذا تقول جدة؟ هذه القوة تطلع من الأعيان المدنية، تخرج من بيوت الناس، وهذا القانون الدولي والإنساني، يعني هذه ليست شروط الجيش. طيب ما أقول لك، طيب إذا خرجت هذه القوات من الأعيان المدنية إلى أين ستذهب؟ يمكن فعلا أن تجمع في معسكرات، ويمكن بعد ذلك أن ينظر وفق الدي دي آر اللي هي المنظمة الدولية، المسألة بتاعت التسريح وإعادة الدمج والتوظيف، هذا جيد، هذا جيد. لكن كمنظومة اسمها الدعم السريع توقع على اتفاق، وهي كيان يكون موجود، كيان عسكري، ما زال يكون كيان عسكري رغم توصيفه أنه منظمة إرهابية، رغم ارتكابه لهذه المجازر، هذه يعني هذه مآزر ارتكبت في السودان. المبادرة على فكرة لا تتحدث عن أن الدعم السريع سيشترك فيها، أنا المبادرة تتحدث عن المجتمع السوداني. لا، هو يتحدث أنه سيخاطب كطرف. بيخاطب؟ لا لا لا، ما خلاص لابد أن نوضح هذه، يعني هذا الحديث يعني زي ما تخاطب المجتمع السوداني حيخاطب الدعم السريع كطرف. لا لا، ما فيش مخاطبة مع الدعم السريع ولا عشان كده أنا قصدت أنه لازم هذه النقطة توضح تماما، يعني حتى لا يتخيل الناس أنه هناك عودة لمنظومة اسمها الدعم السريع مثل ما كانت قبل 15 أبريل. المبادرة المطروحة من جانبنا مرتبطة ب دول الجوار وبمنبر جدة. تمام. في البداية أنا قلت هذا الكلام. تمام صحيح. إذن وضعية الدعم السريع في إطار علاقته مع القوات المسلحة، منبر جدة أوريدي قطع مرحلة، وإحنا بنبني على هذه المرحلة. تمام. بالقرارات التي ستصدر عن المجتمع السوداني. وما بقول المجتمع السوداني معناها قراراته ملزمة للأطراف. تلزم الدعم السريع إذا كان ما زال موجود ككيان، وتلزم القوات المسلحة كمؤسسة في إطار منبر جدة. يعني القرارات التي تصدر من المجتمع السوداني تذهب إلى منبر جدة على أن يأخذها في الاعتبار، لأن هذه القرارات قرارات المجتمع، قرارات الشعب السوداني. طيب الوقت خلص، فعندي غير سؤال واحد وبسيط، الموضوع معقد جدا، هو سؤال توقعي في ضوء قناعات حضراتكم وتصوراتكم اللي قدمتوها. أستاذ مجدي، احنا بعد 3 شهور كمان، توقعاتك ايه للسودان؟ هل سنسير في طريق المبادره؟ هل سنسير في طريق العنف؟ هل الاطراف يعني ما تتوقع؟ انا اعتقد انه هناك عامل مهم جدا، يعني هي الميليشيا المتمرده ما زالت تواصل في انتهاكاتها، وما زالت تواصل في اعتداء الان في قرى الجزيره. يعني هذه الانتهاكات ليس لها هدف سياسي ولا هدف عسكري، فقط السرقه والاغتصاب، يعني اجرام، هؤلاء مجرمين ولصوص ومرتزقه موجودين. اعتقد انه استمرار الميليشيا المتمرده فيها في ولوغه في هذه الانتهاكات سيفرض على القوات المسلحة أن تفرض واقعا عسكريا جديدا، وأنا أعتقد بعد 3 شهور الواقع العسكري سيكون مختلف تماما، وأجزم أنه سيكون لصالح القوات المسلحة، وبعد ذلك لابد كل المبادرات وكل الرؤى لابد أن تعدل وفق الواقع الجاي. معالي السفير، صراحة توقعاتك إيه؟ أنا توقعاتي إن شاء الله نأمل بقوة في أن تخرج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ، وأنا أشرت في البداية أن دور مجموعة الاتصال، وأقصد بذلك الدول، دول الجوار والاتحاد الأفريقي وكافة الدول الأخرى اللي هي مجموعة التنسيق، عليها ضمان تنفيذ المخرجات،
إذن القرارات التي ستصدر من المجتمع السوداني بدمج الدعم السريع والقرارات التي ستصدر من المجتمع إلى منبر جدة وتنفيذ منبر جدة لمقررات وقرارات بأن تخرج هذه القوات وأن يتوقف القتال وأن يتم الدمج، أعتقد أن هذا هناك أمل كبير في أن تسير الأمور إلى نحو الأمن والاستقرار إن شاء الله. إحنا يعني كده يعني ختمنا الحلقة بتفاؤل، ويعني إن شاء الله يتحقق في دائما هذا الثلاث شهور اللي جاية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا معالي السفير صلاح حليم مساعد وزير الخارجيه الاسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه، شرفتنا ونورتنا. استاذ مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي في السودان الصديق، اشكرك على تشريفك. مشاهدينا الكرام، خلصت هذه الفقره، نخرج فاصل ونرجع في حوارنا التنوع مع استاذنا الجليل المفكر السياسي واستاذ العلوم السياسيه الاستاذ الدكتور علي الدين. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاثيره بالثاء، يعني المحببه جدا الى نفسي ولحضراتكم بالتاكيد، حوارنا الواضح والصريح والعلمي وحوار الخبره مع استاذنا الجليل المفكر السياسي الكبير واستاذ العلوم السياسيه الاستاذ الدكتور علي الدين هلال. وحشتنا يا دكتور. وحشتني اكتر، وكل سنه وانت طيب عليك وعلى كل الساده المشاهدين وعلى زملائنا معانا في الاستوديو، كل عام ومصر كلها بخير. ربنا يخليك يا فندم. انا هو قبل ما ابدا بقول للمخرج هناخد شويه وقت زياده عشان بس احنا ابتدينا متاخر، فسامحونا يعني ايه مهندس هاني العتال رئيس القناه يعني ايه يسامحنا في شويه وقت زياده صغيره، لان عندنا قضايا كتير جدا وما قابلناش الدكتور من يعني حوالي شهر ونص دلوقتي. مظبوط. طيب استاذي الجليل، هبدا مباشره. نعم. بما يجري حولنا، وما يجري حولنا اخر حلقاته امبارح يعني بالليل متأخر بتوقيت القاهرة في مجلس الأمن، وفجر القاهرة بما قيل إن هو قصف إسرائيلي على إيران. وعايز أبدأ بمجلس الأمن. مجلس الأمن، وحاول لحضرتك ملاحظة وحضرتك تقول لي ما رأيك في هذه الملاحظات. هذه هي جلسة لأول مرة على ما يبدو أن 12 صوت يوافق على إن فلسطين تبقى دولة كاملة العضوية، منهم والامتناع دولتين، منهم دولة حليفة رئيسية للولايات المتحدة وهي بريطانيا، وتعد يعني الأب الروحي لإنشاء دولة إسرائيل، وإنه الفيتو فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. إيه دلالات هذا التصويت في رأي حضرتك في هذا التوقيت؟ شوف حضرتك، يعني دلوقتي إحنا 15 دولة، تمام، 12 أيدوا، 2 إيطاليا وبريطانيا، سويسرا وبريطانيا، سويسرا وبريطانيا امتنع عن التصويت، دولة واحدة استخدمت حق الفيتو. ده معناه واحد عزلة أمريكا الدولية في هذا المجال. حتى أقرب حلفائها منهم فرنسا، منهم الدول الغربية المختلفة، وكوريا واليابان، وكوريا واليابان موقفوش معاها. اتنين، انتوا خلينا نفهم ايه حقيقة الموقف الامريكي، سواء بقى عسكريا او سياسيا. صحيح. امريكا لن تقدم على اي عمل تنفيذي دون موافقة اسرائيلية. هي دون موافقة اسرائيلية. دون موافقة اسرائيلية. الناس فاهمة العكس. دون موافقة اسرائيلية. بمعنى وبتحصل على الموافقة دي من خلال ضغوط منها. انما لابد، مش هتعمل شيء تدينه اسرائيل. يعني ياخد مثلا الضربه الاسرائيليه على ايران يرجع لها يعني. لكن امريكا ما قالتش ما تعمليش، قالت لها اعملي لكن بشرط ان لا يؤدي هذا الى استفزاز ايران الى الدرجه اللي تخليها تعمل ضربه ثانيه. اذا فكره الرهان السياسي في موضوع فلسطين على امريكا طريق مسدود، وانه لابد ان احنا كعرب، انا لا اقول بمعاداه امريكا، انما اقول ان احنا نبدا نعمل لتاكيد موقفنا مش معاد لحد. تمام. موقفنا هو اقامه دوله فلسطينيه، ونعمل دبلوماسيا على اثبات عزله الموقف الامريكي، ولا باس يعني بقدر كده من احراج الولايات المتحده.
الواحد يتفهم الموقف الامريكي، سنه انتخابات، علاقتها باسرائيل، موقف بايدن، يعني امريكا من وجهه نظرها لها حساباتها، لكن احنا كمان كعرب لينا حساباتنا ولينا مصالحنا، ولا يصح ان احنا نرهن هذه المصالح لحساب حسابات او تقديرات امريكيه، ده يبقى عبث بالمصالح الوطنيه والقوميه. ولا يعني هذا عداء لامريكا، وامريكا تعلم هذا، ان كل دوله او كل مجموعه دول بتسعى لتحقيق مصالحها الوطنيه والقوميه. اعتقد انه يعني جرت اخبار عن ان امريكا اقترحت على الرئيس ابو عباس ان اسرائيل تسحب هذا الطلب مقابل شرف انه يلتقي ابو عباس ببايدن، ابو مازن، انه ابو مازن، عفوا، ابو مازن ببايدن، وانه يدعى رئيس السلطه الفلسطينيه، وكان ده نوع من الترضيه او شيء من هذا القبيل. واعتقد حسنا ما فعل الفلسطينيون برفض هذا المقترح والغاء زياره كان المفروض امين المكتب السياسي للمنظمه يروح على واشنطن هذا الاسبوع، لغوها ايضا. انا رايي، شوف، كلما ادلهمت الامور تتضح المواقف، صحيح، وتنكشف المواقف الحقيقيه. طيب انا عايز اخد من دي نقطه، كان معايا على التليفون من شويه السفير معتز احمدين، سفير مصر السابق في الامم المتحده، وكان توقعه انه او معلوماته ان المجموعه العربيه تعمل الان على طرح الامر على الجمعيه العامه، بحيث تطلب الجمعيه العامه وفقا للميثاق من مجلس الامن مناقشه الموضوع مره اخرى. وهو ذكر تجربه او خبره انضمام فيتنام سنه 76 انها جرت بهذا الشكل، رفضت في مجلس الامن فعادت الى الجمعيه العامه فقبلت، وطلبت مجلس الامن مناقشتها، وانه شايف ان ده قد يمثل احراج للولايات المتحده الامريكيه فتتم عضويه فلسطين كامله. هل السيناريو ده قابل للتكرار؟ وفي ظل الملابسات العالميه والاقليميه هل هو وارد؟ نعم، انت عليك تتحرك في اتجاهين، هذا الاتجاه يعني اعاده طرح الموضوع في الجمعيه العامه، وان ثلثين الاعضاء يؤيدوا، ثم يطلبوا من مجلس الامن اعاده النظر في الموضوع. ده في حد ذاته هيبقى تحريك للراي العام الدولي ومعرفه اين يقف العالم كله بما فيها الدول الحليفه والمؤيده والصديقه والشريكه للولايات المتحده والمعسكر الغربي. في نفس الوقت ان تسعى منظمه التحرير والدول العربيه الى الحصول على قرارات منفرده من دول اوروبيه بالاعتراف به، والجاهزون كثيرون الان، اسبانيا لا مانع لها ودول اوروبيه اخرى. اذا مشيت في السكتين دول، انما يعني في مجال عسكري له ما له وعليه ما عليه، وفي اطراف عربيه وغير عربيه، وفي مسار سياسي دبلوماسي، في منظمه التحرير هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي. المفروض ان في اجتماع يوم 27 و28 في السعوديه للسداسيه العربيه لمناقشه عدد من الامور منها هذا الامر، لكن الجدير بما اعلن عنه حتى الان ان وزير الخارجيه الامريكي سوف يحضر احد جلسات هذا الاجتماع. واعتقد انه بلوره موقف عربي مشترك السداسيه العربيه تطرحه على امريكا في هذا الشان. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، وهي نقطة مهمة لأنه بتعكس تعارض تصورين كبار فيما يتعلق بالتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. ويمكن المندوب الأمريكي كان تعليقهم بعد كده أن احنا عايزين نترك موضوع الدولة للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وده النموذج يا دكتور حضرتك عارفه أستاذي طبعا الذي ساد منذ أوسلو. يا جماعة أدي عندنا نواة لدولة فلسطينية تمثلها السلطة، اقعدوا مع بعض سنة 93 شوفوا قضايا الحل النهائي، المية والقدس واللاجئين، انتوا يا اسرائيليين ويا فلسطينيين، ويساعدكم الباقيين، لما تخلصوا تعلن الدولة الفلسطينية
وتعترف بها اولا اسرائيل. ده التصور الاصلي الموجود. على ما يبدو انه وده جه الحقيقه بدا في مصر مع الرئيس السيسي مع بدايه الازمه الاخيره، وقال لا نبدا بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه، وبالتالي يبقى دولتين كاملتي العضويه قاعدين على الترابيزه يتفاوضوا حول قضايا ما بين دولتين زي اي دولتين، عندهم نزاع في الحدود، عندهم ميه، عندهم ما عندهم. اللي واضح هل اللي حصل في مجلس الامن امبارح واللي حصل في العالم من بدايه الازمه الفلسطينيه اللي هو تتابع الرغبه في الاعتراف بالدوله الفلسطينيه بيعني ان النموذج الاصلي بتاع اوسلو بيتضاءل وانه يتراجع، وان احنا على وشك يعني الكلام عن نموذج اخر هو دوله فلسطينيه اولا مش غزه واريحه اولا. الكلام ان الطرفين يقعدوا وتكون نهايه المفاوضات إقامة الدولة. كلام منطقي. بس عايله شرط. إن يبقى الطرفين قابلين فكرة إقامة الدولة. أيوه دي نقطة جوية. وبنبحث في صحيح. إجراءاتها تفصيلاتها. لكن إذا كان الطرف الحاكم في إسرائيل النهاردة يرفض ابتداءً أن هناك فلسطين. صحيح. ويرفض ابتداءً فكرة الدولة الفلسطينية، يبقى إذن حق يراد به باطل. يبقى الدعوة إلى جلوس الإسرائيليين والفلسطينيين، الفلسطينيين مستعدين، بس في أين الطرف الإسرائيلي الذي يعلن قبول من حيث المبدأ الدولة الفلسطينية، وتعالى نقعد مع الفلسطينيين نتكلم دولهم طب مخاوفنا إيه، حدودنا إيه، حدودكم إيه، هنعمل إيه في المية في الكهرباء إلى آخر هذا الكلام. إذن الرد البسيط على هذا الرأي هو رأي زائف، رأي وهو ده الكلام حضرتك، إن آخر بقى 30 سنة صحيح. واحد رايح واحد جاي، واحد رايح واحد جاي صحيح. والدعوة إلى مفاوضات ما بتحصلش مفاوضات ليه؟ نتنياهو يتفاخر إنه من 2006 على هو العامل الرئيسي في وقف أوسلو وفي وقف ما كان يمكن أن يسفر عنه أوسلو وهو قيام دولة فلسطينية. عظيم. طيب كده هذا الملف الأول. أرجع للملف الأكثر تعقيدا. إذن أنا عايز أقول اتفضل الآن نعم طالما لا يوجد طرف فلسطيني قادر على المناقشات الحل الدولي. حل الدولي. والضغط الدولي. طيب عشان أكمل الجملة بقى وحضرتك أستاذنا، الدولة ثلاث عناصر علمتونا كده، عندنا إقليم مختلف حواليه مزبوط. وشعب أيضا مختلف حواليه اللي هو اللاجئين أو غيره، في شيء واحد اللي هو هيبقى المجمع عليه، وده أظن أنه هو واجب فلسطيني أساسي، هو الحكومة، أن يكون لدينا طرف فلسطيني موحد في حكومة وحدة وطنية ضمن منظمة التحرير اللي هي المعترف بها دوليا. هل ده شرط لازم الآن عشان يبقى الكلام جد؟ هناك طرف واحد معترف به دوليا وله عضو موجود مراقب في الأمم المتحدة، هو ممثل منظمة التحرير الفلسطينية. مظبوط. منظمة التحرير الفلسطينية هي الطرف الوحيد، وهذه المنظمة لها سفراء فيما يقرب من 100 دولة. صحيح. وتتبادل العلاقات الدبلوماسية مع حوالي 100 دولة. هذه الموضوع الآخر بقى، هذا موضوع داخلي فلسطين، يعني لا ينبغي أن يؤثر على الموقف الآخر، بل يجب أن يسارع بقية الفصائل للانضمام، وهم أعلنوا عن نيتهم. مظبوط مظبوط. أروح للموضوع المعقد اللي هو حصل فجر أمس. نعم. وهو ما قيل، عندنا روايتين فيما حدث، رواية إسرائيلية أمريكية غير رسمية نقلا عن كبريات وسائل الإعلام الأمريكية وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في الدولتين بأن إسرائيل قصفت موقعا أو أكثر داخل إيران، وقصفت هنا لم تذكر الوسيلة، لا ذكر أنها مسيرات، ولا ذكر أنه صواريخ أرض باليستية، ولا أنها صواريخ جو أرض من طائرات الإف 35، لكن اللي قيل أنها قصفت. الرواية الثانية مختلفة تماما، إيران منذ الفجر بتذيع علينا صور وفيديوهات من أصفهان وأحيانا من تبريز، وأنه لم يحدث انفجار واحد على أرض إيران، وأن ما حدث هو انفجارات في الجو لبعض المسيرات الصغيرة الانتحارية، وأن اللي أسقطها وسائل الدفاع الجوي. تعارض الروايتين، كل رواية لها أظن هدف سياسي، كيف تقرأ حضرتك هذا التعارض؟ أنا أقرأه بالعودة
الى الضربه الايرانيه لاسرائيل. تمام. الاول اذا فهمنا دي معناها ايه نفهم اللي حصل ايه وانا برجح ايه. للاسف يعني في بعض ادوات الاعلام واخبار مصادرها اسرائيليه وامريكيه وصلت الى دي حفله دي تمثيليه ده فرح ابن العمده وان ايران وخليط من السخريه من ايران والشماته فيها وانها فاشله و99% الاخر. اعتقد هذه قراءه مغلوطه واكاد اقول قراءه صهيونيه لما حدث. ايران اعتدي على ارضها ممثله في ارض قنصليتها اللي هي جزء من الكومباوند بتاع السفاره. يعني كومباوند في سفاره وفي قنصليه. لم يكن هذا خطا. اسرائيل استفزت ايران بضرب جزء من ارضها. لم يكن هناك بديل لايران غير تضرب. انما مش ضربه عشوائيه او عاطفيه او فتح صدر. ضربه محسوبه تنقل لاسرائيل معنى واحد انني قادر على الوصول الى عمق الاراضي الاسرائيليه. اننا من الان وصاعدا لن اختفي وراء اذرع او وكلاء ايران حزب الله او كذا او كذا. وانه مرحله الصبر الاستراتيجي اللي كانت ايران متتزرع بيه انتهت. يبقى الرساله الاصليه انني قادر على الوصول الى عمق ارضك. هل تحقق هذا؟ اه تحقق. القاعده العسكريه اللي في جنوب النقب واللي هي خرجت منها الطائرات اللي ضربت القنصليه وصلت لها صواريخ او طيارات وضربتها. ليه بقى الضربه ما عملتش اكتر من كده؟ لانه لم يكن مقصودا بها هذا. لم يكن. ان ايران ليها حساباتها. هي لا تريد فتح حرب مفتوحه مع اسرائيل. هي لا تريد. ثم هي لا تريد اغضاب واستفزاز امريكا بشكل اكبر بحيث ان امريكا تشارك في قتال ضدها. خد بالك الروايات هنا المعلومات وعلى ما يجي موضوع ايران هقول لحضرتك بالتفصيل بقى. ان الروايات مختلفه. اول 99% بعدها قالوا 84%. الله. من الصواريخ والطائرات والقطط. نعم. انما احنا طب انا عايز اسال حد سؤال. هم ليه قبضوا على مبعوثي شبكه القاهره الاخباريه في تل ابيب؟ ليه اعتقل الناس ثلاث اربع ساعات سابوهم يمشوا؟ قيل ضمن حاجات القاهره ان هم كبير كانوا صوروا صور في تل ابيب وال الطائرات موجوده وظهرت فيديوهات تبين هذه الطائرات. طيب بس عايزين برضه نقول للناس الحقائق. غير صحيح ان مواجهه هذه الضربه كان من اسرائيل بس. طبعا امريكا ده دخلت بكل قوتها وكان في مقر اسمه مقر العمليات المشتركه الجويه اتفتح. قائد القياده المركزيه الامريكيه كان موجود في اسرائيل. ويعني تقديرا من دوله اسرائيل للامريكان تاني يوم يعني يوم الاحد اللي فات قام وزير الدفاع بصحبه السفير الامريكي الى اسرائيل بتفقد غرفه العمليات المشتركه. امريكا نقلت اسلحه الى اسرائيل. ناهيك ان الاسلحه الامريكيه في قواعد مختلفة. أنا لا أجزم لأن بتضع أسماء دول عربية. صحيح. القواعد الأمريكية شاركت وبريطانيا شاركت وفرنسا شاركت. صحيح. يعني اللي عملوا على ضرب هذه الطائرات كذا. واحد بيقول على إيه حكاية الطائرات دي؟ عايزين نشرح. لا توجد حدود مشتركة بين إسرائيل وإيران. صحيح. فإيران عشان تبعت حاجة لازم تمر على دول تانية. في الحالة دي يعني هي إسرائيل حواليها إيه جغرافية؟ حواليها لبنان
والأردن وسوريا من الناحية الشرقية ومصر ومصر في الآخر خالص، بس ده بعيد عن الموضوع. بعيد عن الموضوع صحيح. اختارت مسار العراق فالأردن فإسرائيل. الأردن أيضا غضب وأعلن رسميا وحرك دفاعاته الجوية وقال أي حاجة هتيجي على أرضي أنا هضربها، وعشان يقطع ولو أن إسرائيل بعتت حاجة هضربها. إذا أنت عندك فكرة المسافة الطويلة دي تزيد عن 1200 كيلومتر، ثم مشاركة. أنا عايز أقول لو نقرأ الصحف الإسرائيلية هتجد فيها اتجاه بيقول لقد أظهرت هذه الضربة ضعف قدرة الردع الإسرائيلية، وإن إيران كان هدفها إرسال رسالة مش إيقاع خسائر. خسائر تمام. نفس التحليل ينطبق يا أستاذ ضياء على الضربة الإسرائيلية اللي حصلت امبارح. اللي حصل إيران لم يكن القصد إيقاع أضرار جسيمة بإيران. حضرتك بتجزم غالبا أنها ضربة إسرائيلية. قولا واحدا. قولا واحدا طبعا. دلوقتي احنا عندنا هقول لك نوعين من التصريحات. في تصريح بيقول الضرب، عشان بس نقول المسافة ما بين تل أبيب ومدينة أصفهان 1985 كيلومتر. 2000 كيلومتر تقريبا. ما فيش طيارة سيارة هتمشي دوت. صحيح. عندنا قصتين والاتنين غير مؤكدين، لكن من مصادر أمريكية وكل ما يقول صرح مصدر مسؤول، بس التاني واحد مسؤول. الأولى تقول إن هذه الضربة دي تمت من خلال صواريخ أطلقت من الجو، يعني طيران إسرائيلي طلع وفي مكان ما معرفش على البحر الأبيض إلى غيره أطلق صواريخ. الرسالة الحاجة التانية بقى اللي هي أكثر رسمية بلينكن. في الصحفيين قالوا له ايه الحكايه، فيبدو الاول اخطا، قال احنا ابلغنا قبلها بنصف ساعه ابلغنا بهذه العمليه وان طائرات مسيره قامت بها، وقام دخل اجتماع حاصره الصحفيون بعد ذلك لم يدلي باي اضافات الا التاكيد على ان امريكا لم تشارك في هذا الهجوم. ايه خطورة بقى يا استاذ ضياء الكلام ده اذا صدق؟ مفيش طائرة مسيرة هتصير اسرائيل ما تبلوكاش. اذا لابد هذه الطائرات اما اطلقت من داخل ايران صحيح. او من احدى الدول المجاورة لايران. نعم. احنا بنفتح بدائل، مفيش اتهامات لحد، وهو برضو كده نسب الى مسؤول ايراني ان ما حدث ليس ضربة أو هجوم، هو تسلل. واستخدم تعبير التسلل. طيب إسرائيل لم يصدر عنها حتى الآن أي تعليق. صحيح. لا بالخير ولا بالشر. صحيح. وكأن شيئا لم يحدث. وده قاله الجيش الإسرائيلي لما سئل، قال لا تعليق. لا تعليق. نعم. من ناحية تانية إيران ما صعدتش الموضوع أوي. يعني هي قالت ما معناه حصل حاجه لما هو قائد، هي الضربه كانت ليه قاعده جويه برضه، وتردد ان هي القاعده الجويه اللي خرج منها الطائرات المسيره ضد اسرائيل. مظبوط كده، يعني العين بالعين. وانه وان جنبها المفاعل النووي. لا ما قربش منه خالص. لا اقصد انه يعني قريب منها جدا. نعم. كان يقدر اصفهان. نعم. او اللي عمله يقدر. يقدر. اللي تردد عن ايران اللي هو قائد القاعده الجويه، عمل تصريح باللغه الفارسيه استمعت اليه طبعا وترجمها العربيه، انه شوهدت اجسام غريبه في سماء اصفهان. اذا في حصل حاجه من غير مظهرها، وان الانفجارات اللي سمعناها اذا في انفجارات هي اطلاق قوات الدفاع الجوي المجيده، وان ابطالنا في كذا وكذا قادرون على كذا وكذا وكذا. يعني وين صمت بقى خلاص؟ طب ايه الرساله من دول ورساله من دول؟ رساله عدم الافصاح والضرب ورساله الصمت من جانب الايراني. انه الموضوع منتهي. يعني ان احنا
مش هنرد عليكم تاني. طب رساله اسرائيل ايه؟ هي الردع ايضا؟ القضاء زي ما انتم قدرتوا توصلوا للعمق نحن نستطيع ان نصل الى العمق. إيه؟ النتيجه بين الاثنين ايوه على المستوى الاستراتيجي عده نتائج يعني بعضها يعني اكاديمي يعني بعضها يتصل بينا احنا كعرب. اولا دلوقتي سقوط الردع في الشرق الاوسط. يعني اسرائيل سوره البلطجي اللي يضرب في كل حته واي حته. مصر اثبتت له ده غير صحيح في 73. لكن يبدو انه نسي. فذكر بهذا الان. لا تستطيع دول اخرى ان تصل الى عمقك. وايران ايضا اسرائيل وصلتها الرساله ان انا اذا كنت وصلت او اقدر اوصل لهذه النقطه فاقدر اوصل لحياتك الثانيه. تمام. في بقى معنى ثاني يعني انا ما بؤمنش يعني بالواحد يزعل ويتبسط. يعني تتكلم الان يعني توازن القوى الاستراتيجي في المنطقه هو بين اسرائيل وايران. اساسا. ودي نتيجه مش حصلت امبارح والنهارده. دي على مدى 10 سنوات ماضيه كتبت وكتب غيري للدول العربيه نقول ميزان القوى في المنطقه يختل لصالح الدول غير العربيه. ده في ظل وجود حاله من الصراع او شبه الصراع ما بين الطرفين. تأكد. واللي انا بقوله رغم ان يستغرب بعض الناس اللي انا هقوله ده لابد من عوده الحديث عن الدفاع العربي المشترك. لابد من عوده الحديث الى الاقتراح المصري الاقتراح الرئيس السيسي عام 2015 صحيح عن قوه عربيه مشتركه. مظبوط. وانا رايي يعني عايزين نعدل عليه نعدل عليه نغيره نطوره الى اخره. لكن شو يعني عندما احنا بعيدا بقى عن العواطف. نعم. عندما تشعر القوى الكبرى في العالم وعندما تشعر القوى الكبرى في الشرق الاوسط ان العرب بقوا طرف مستقبل. وان التوازن الاكبر بيتجاوزهم. اعتقد ان مكانتنا سواء في المنطقه. نعم. او خارجها هتتاثر. واعتقد ان يعني لابد انا ما عنديش طبعا معلومات ان في ناس هيبداوا يفكروا في هذا من اصحاب السلطه ازاي نعيد. وانا عايز اقول بصراحه بقى ما هو اللي ضرب اسرائيل يقدر يضربنا انا ويقدر يضرب المملكه. الله. يعني بغض النظر ايران دي قوه صديقه وغير صديقه صحيح واسرائيل اللي ضربت ده تقدر تضرب اي مكان. الله. صحيح. اذا كانت دول غير عربيه تستطيع ان 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 انها توصل لاي دوله عربيه انا بقول بقى ومش عايز حد يقول انا دقه قديمه ولا مش قديمه لا دي مساله استراتيجيه لابد ان يكون لدى العرب القوه الموازنه لذلك مش لتهديد حد ولا لتخويف حد لكن ان يكون هناك قوه ردع عربيه. طب هل حضرتك عشان ما نغادرش النقطه دي عندنا القمه العربيه هتنعقد في مملكه البحرين هل حضرتك بتقترح في ظل الظروف الاقليميه دي والنقاط المهمه اللي حضرتك ذكرتها والتغيرات في سلوك الدول العسكري وايضا التوازنات الاستراتيجيه انه المبادره المصريه يعطل حالها لهذه القمه سواء في شكلها القديم او في شكلها المبدا آخر اقصد المبدا يعني بحيث المبدا واذا راى المسؤولون العرب انه يجوز الطرح العلني تمام طرح على مستوى الاجهزه الامنيه السياديه. طبعا ليس سرا حضرتك النهارده الظهر ولا ايا كان الرئيس السيسي راح وصل ملك البحرين. نعم. وملك البحرين هو رئيس الدوره القادمه رئيس المجلس القادم. نعم. وهو اللي هيستضيف القمه. صحيح صحيح. اعتقد ان موضوعات زي اللي احنا بنقولها او غيرها تم مناقشتها وتم طرحها واعتقد انه في الاجتماع السداسي هيتم طرح اشياء لكن يعني انا عايز اقول عايزين كده كلمه الامن العربي وقدره الردع العربي.
لانه الكلام واضح جدا. امريكا ما فيش اسرار، امريكا بتقول هي سياستها لن تسمح لاي دوله عربيه او لاي تحالف عربي ان يمتلك قوه سلاح اكتر من اسرائيل. امريكا هي ضامنه للتفوق العسكري الاسرائيلي، ودوت قيد كبير صحيح. وعلينا ان نتعامل في اطاره. بس امريكا ليست المصدر الوحيد للسلاح، وفي نظم اسلحه اخرى. بس عشان برضه اقول امريكا بتحصرك لما تعرف ان دوله من الدول هتشتري نظام تسليحي قوي من دوله من روسيا مثلا، بتبقى تظهر عليك لمنعك منه. انما يعني لما تردد ان مصلحه الشيس واخوي 35 الدنيا قامت. صحيح صحيح. انا هل ده معناه يعني انا عارف كل الكلام ده وعارف الضغوط ايه؟ تمام. لا يوجد هناك مستحيل. مظبوط. ولما مصر فاجات العالم في 73 بانماط متطوره من السلاح وباستخدامات جديده لاسلحه موجوده ومن خلال تعاون عربي مش بس مصر، تعاون عربي تمام في مجال نظم اسلحه، الدول العربية غير عقيمة طبعا، ومش بس مشترين للسلاح، لدينا من الخبرات والقدرات والمال والبشر. يعني عايز اقوله في ضغوط في مشاكل لكن اعتقد هذا هو ضمان المستقبل، ان يمتلك العرب كل العرب القدرة على الردع، ردع اي طرف يريد السوء بينا كعرب. إسرائيل الآن حضرتك ذكرت التداعيات والاستنتاجات والخلاصات ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة العسكري والأمني مما حدث في ست أشهر عندنا ما حدث ويحدث في غزة من عدوان دموي لم يؤتي ثماره العسكرية الحقيقية اللي بتعلنها إسرائيل سوى قتل المدنيين وإضعاف أكيد لحركة حماس والمقاومة، لكن لم يقضي عليها في مساحة لا تتجاوز يعني 365 كيلومتر مربع. وجاء كمان الردع الإيراني كما أسميته. صنع القرار الإسرائيلي هو بصدد أي مهمة النهاردة؟ دلوقتي شوف، وصنع القرار في المقام الأول نتنياهو. والنخبة الاستراتيجية طيب. نعم. والنخبة الاستراتيجية الإسرائيلية. يعني في النهاية أنت عارف في مجلس الحرب. تمام. مجلس الحرب مخول ثلاثة. رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان. باتخاذ القرارات. مفاوضهم بكذا. النخبة ديت كده كان عندها عليها كذا قيد. قيد أمريكا بتقول لهم ما تعملوش استفزاز لإيران. عندناش مانع تضربه بس ما لا يؤدي الى ان تجبر ايران على ضربه اخرى. عنده ضغوط داخليه بن غفير و سمودريتش الانتقام الانتقام الانتقام. كل دول الغربيه الحليفه لاسرائيل بتقول لها ما تعمليش حاجه. اذا هو عمل، لكن عمل بالشكل يرضي شكليا الضغوط الداخلية عليه في إسرائيل ويرضي الضغوط الخارجية. هو عمل وما عملش، عمل وما عملش. تمام. احتمال كبير ان هو الثمن اللي خده يعني هيقول لأمريكا كده بشكل صريح، انا في السلك اللي انا عايزه مقابل هذا وافقوني ان انا هاكمل المهمه في رفح. ما ده كانت نقطتي الاخيره. طيب يعني دلوقتي الظروف انه يعمل اجتياح لرفح. النهارده بلينكن بيقول له ايه؟ بيقول لا امريكا لا يمكن ان تقبل عمليه في رفح في ظل الكثافه السكانيه دي. اسرائيل بتقول ايه؟ بتقول لا مش هنعملها بكره، احنا اول هنجلي المليون او المليون حاجه اللي في في رفح، هننظم ان هم اما يروحوا خان يونس او
المناطق الوسطى في غزة حتى نقوم بالعملية. أنا عايز أقول لك حاجة غريبة جدا. كيسنجر وده أحد آباء المدرسة الواقعية البراجماتية في السياسة كتب مقال غريب جدا سنة 70، يعني كان لسه موضوع في فيتنام والكلام ده كله. قال إيه؟ هناك فارق في الحروب بين الدول، يعني النصر والهزيمة سهلين، وفي الحروب بين جيش دولة وحركة مقاومة أو ميليشيا. خليك معايا بقى. تمام. الجيش إذا لم يعلن انتصاره فقد هزم. المقاومة إذا لم تعلن استسلامها فقد انتصرت. تعبير في منتهى الدقة. إيه؟ منتهى الدقة جدا. جدا. يعني هو مش مطلوب إن حماس تنتصر. إذا هي قدرت ما استسلمتش. ما رفعتش الراية البيضاء. دوت هيبقى في حد ذاته انتصرت. هو من ناحيته إذا ما أعلنش هو رابط مفهوم الانتصار برفح. صحيح. حكاية بقى القضاء على حماس ده شعار، يعني ما حدش هياخده مأخذ الجد، لأن في النهاية حماس فكرة. فكرة كويسة مش كويسة أيا كان، لكن هي فكرة. وحتى لو قضيت على كل الناس إلى آخره، في أجيال هتطلع تقول كذا يعني. صحيح. وحماس موجودة جوه فلسطين وبره فلسطين إلى آخره. يبدو لي يعني تداعيات الأحداث إن هو ده التمن اللي هياخده، المكسب اللي خده من أمريكا مقابل كذا كذا. طبعا انت دلوقتي بقى النهارده كل الكلام والاعلام على ايران واسرائيل. يعني موضوع غزه تراجع. يعني برضو شوف المسائل معقده قوي. يعني ايران عملت حاجه، لكن وهي بتعملها وهي كانت شعره انها مجبره تعملها عشان الاسباب اللي قلتها، هي افادت نتنياهو وخدمت اسرائيل طبعا. واحد الخلافات الظاهرة والتراشق اللفظي بين نتنياهو وبايدن انتهى، وعاد التحالف الأمريكي الإسرائيلي أقوى مما كان. ونفس الشيء دول الغربية الآن، إسرائيل دولة مظلومة. صحيح. وكذا كذا كذا. إسرائيل الأولى. اتنين، إنه كان نتنياهو كل آخر أسبوع 10 أيام مظاهرات بمئات الألوف. إذ استقيل، وكانوا طلع استقالة نتنياهو ودعوة الانتخابات. صحيح. انتهت. يعني بمعنى من المعاني إن الضربة دي ودوت في السياسة، يعني ساعات تعمل حاجة تحقق جزء من أهدافك. صحيح. لكن هي في السكة الأظهر آثار جانبية. صحيح. تحقق آثار جانبية لصالح لصالح خصمك أو عدوك أو حاجة زي كده. يعني خدنا زياده 12 دقيقه، فاحنا بنشكر القناه عليهم. طب. بس اهم حاجه نشكر حضرتك اللي وقت ارهقناك فيه وتعبناك فيه، لكن استمتعنا كمان فيه. وبنوعد نفسنا طبعا بلقاء ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى. وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. الجليل المفكر الكبير واستاذ السياده الدكتور علي الدين هلال، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا وبنشكركم ونلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم.